إن مشاريع إنشاء وتطوير المطارات يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لرؤية مصر 2030 والرامية إلى تحقيق خطة الدولة في التنمية الاقتصادية المستدامة وتوفير البنية التحتية لتشجيع الاستثمار الخارجي وتنشيط الحركة السياحية. المطارات الجديدة دي طبيعي يعني هتزود ميناء، طبعا عندنا تزود ميناء في السياحة، يعني رحلات طبعا هتكتر اكتر، هتنشط مع تساهم جزء طبعا في تنشيط الدخل القومي. اول حاجة هيعملها السائح اول ما هيوصل مصر هيشوف الاثار بتاعت مصر، هيشوف الاهرامات وهيشوف المتحف المصري. فكرة جميلة جدا، وياريت يتوسع اكتر، يبقى مطار زي مطار القاهرة المطار الجديد ده، هيبقى افضل بكتير طبعا. مطار سفنكس الدولي هو أحد المطارات الجديدة لخدمة التنمية في مصر، وترجع فكرة إنشاء المطار لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والذي يضع على قائمة أولوياته تطوير المطارات المصرية وافتتاح المشروعات التوسعية والاستثمارية التي تسهم في دفع عجلة التنمية ودعم الاقتصاد الوطني المصري. إن الهدف الرئيسي من إنشاء مطار سفنكس هو تخفيف الضغط الكبير على مطار القاهرة واستيعاب حركة النمو المستمرة للركاب، بالإضافة إلى تنشيط الحركة السياحية الوافدة. كما يخدم المطار أهالي مدينة السادس من أكتوبر والشيخ زايد ومحافظات أخرى من بينها الفيوم وبني سويف والمنيا. برجع لحضراتكم مرة تانية مشاهدينا، زي ما قلت الحقيقة الجميل في اللي بيحصل في الفترة الحالية ان كل اجهزة الدولة بتعمل في منظومة واحدة لانها كلها بتترابط مع بعضها لتحقيق هدف واحد. لما بقول تشجيع السياحة وعودة السياحة للمكانة اللي نستحقها على خريطة السياحة العالمية، بقول عناصر كتيرة جدا بتتداخل في هذا الموضوع. النهاردة تحديدا بنتكلم عن التطويرات او حركة التطوير الموجودة في المطارات وفي الموانئ المصرية، وأعتقد أن ده ليه تأثير كبير جدا على إقبال عدد السائحين. المطار هو عنوان الدولة، أول مكان يلتقي به السائح عند وصوله لأي دولة من الدول. الحقيقة كان هناك العديد من الجهود اللي تمت في مطار القاهرة قبل ذلك، ولكن أعتقد أن احنا في احتياج شديد جدا لتطوير أكبر ولخدمات أكثر بيتم تقديمها من خلال المطارات. وكمان أعتقد مع افتتاح المطارات الداخلية ده بيبقى ليه تأثير كبير على حركة السياحة. بنتكلم تحديدا على مطار سفنكس اللي تم افتتاحه مؤخرا، وبيكون ليه دور كبير كمان في تقديم الخدمة بالنسبة للسائح، وكمان طبعا بالتبعية بالنسبة للمواطن المصري. ماذا عن أوجه التطوير ودورها وتأثيرها على حركة السياحة وعلى خدمة المواطن المصري؟ هنتعرف أكتر من خلال ضيفنا اللي مشرفنا في مصر الجميلة. برحب بالأستاذ إلهام الزيات، رئيس اتحاد الغرف السياحية سابقا، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات. أهلا بحضرتك. أهلا يا فندم، صباح الخير. صباح الخير. المطارات يعني أعتقد مطار أي دولة لما الإنسان بيصل إلى المطار بيبقى في بعض الأحيان في حالة من الانبهار، وده بيبقى ليه تأثيره على الحالة النفسية والمعنوية بالنسبة لأي سائح موجود. بداية خريطة المطارات في مصر والاحتياجات الخاصة بها. أولا من الأهمية بمكان أن احنا نشير أن 92% من حركة السياحة الوافدة بتيجي عن طريق المطارات، وال 8% ما بين سيارات وبين بواخر. صحيح. فدي أهمية قصوى زي ما حضرتك أشرتي، ودي الوجهة الأولى اللي الناس بتشوفها. احنا طبعا علينا من 7 سنين ما كانش فيه شغل، وكان فيه حادثة الطائرة الروسية وإلى آخره،
فمع ذلك الشغل اللي حصل في المطارات وفي التطوير يمكن الراكب العادي ما يحسش بيه، ولكن حصل حاجات كتيرة قوي. أولا من ناحية الأمن، تم تأمين المطارات بكم من المعدات، يعني كمية كبيرة جدا جدا جدا، بحيث ان حضرتك تبقي مطمئنة وانت طالعة راكبة الطيارة او واصلة، يبقى دي في حالة من الاطمئنان. اتنين، تطوير من ناحية بقى النوعية، يعني النهاردة مثلا ان شاء الله هنبتدي تطوير مطار القاهرة المبنى الاول، تمام، اللي هو ده القديم لو تفتكريه، هيبقى فيه مخارج بالكباري زي 2 وزي 3 عشان نبقى زي على مستوى بالظبط بالظبط. وبعدين الربط بالقطر اللي هو القطر الكهرباء موجود، فده هيشجع ليه، لان انت بتنتقلي من رحله خارجيه الى رحله داخليه، وعاده هتكون الداخليه في مكان واحد. فتخيلي انت عندك تامين وعندك مواصلات داخليه من غير ما تفوتي على جمارك، يعني في حاجات كتيره ورا العمل. صحيح. بالاضافه طبعا الى ان رئيس طبعا الشركه القابضه والسيد وزير الطيران بدري ورئيس شركه القاهره للمطارات او موجودين كل يوم الساعه 6 الصبح في مطار القاهره. تمام. طب ده دي كلها حاجات متابعه العمل، متابعه العمل، ويشوفوا ايه اثره عليك. انت قلتي كلمه صح اللي هي الراكب، ان انا يهمني الراكب. صحيح. هل هو متضايق؟ ايه اللي مضايقه؟ فدي كلها دي جزئيه بقى اسمح لي مهمه جدا. ايوه. لان الى جانب النواحي الامنيه زي ما حضرتك قلت انا ممكن ما اشعرش بيها قوي، لان دي اساسيات او اجراءات بتتم من داخل المطار، لكن انا بيهمني جدا التعاملات، بيهمني جدا الاجراءات اللي انا بمر فيها من بدايه وصولي لغايه ما بخرج من ارض المطار، بيهمني كمان وسائل الانتقال اللي موجودة. صح. وبتوصلني للمكان. صح. كل دي هي محور اهتمام أي مواطن أو سائح متواجد في المطار. ماذا عن هذه الأمور؟ الحقيقة يعني أنا عاوز أقول لك إن الشركة القابضة للمطارات من يوم ما انشأت فكروا في الكلام اللي بتقوليه. يعني النهاردة يفيد بإيه مطار لو ما أنتش عارفة توصلي للمطار؟ صحيح. فقبل إنشاء المبنى 3، لان 3 وبعدين طورنا 2 وراجعين لواحد هنطوره، فاتعمل طريق اللي هو بينزلك على السويس وعلى طريق الاسماعيليه، وطريق ما كانش موجود، لان لو كل الناس جم عن طريق العروبه او صلاح سالم هتبقى مشكله، مش هيوصلوا ولا واحد هيعرف يسافر. فاحنا وممكن الطيارات يعني تروح وتوصل بالظبط. فحصل تطوير اهدام مسبقا، وده اللي بيحصل في المطارات الجديدة اللي كلها بتتعمل. ازاي توصلي للمطار؟ يعني مطار العاصمة الجديدة برضو شغالين على طرق توصل. دي كلها حاجات يمكن الراكب ما بياخدش باله لانه بيستعملها وبيلاقيها موجودة. في حاجات بقى خارجة عن ايد الشركة القابضة للمطارات، يعني مثلا حضرتك قلتي الحركة جوه المطار دي الداخلية، في جزء كبير يقع على الداخلية. ليه؟ لأن هي اللي بتختم الجواز. طب أنا عندي مشكلة، أين الفيزا الإلكترونية؟ دي هتوفر لك حركة كتير جوه المطار. صحيح. لأن الخواجة بيجي يروح يشتري طابع ويرجع تاني، دي بتأثر على الأمن، بتأثر على حاجات كتيرة. صحيح. وعلى الزحمة. صحيح. بتلاقي زحمة. وعلى انطباع السائح اللي موجود أو بالزبط. انطباع الفرد اللي موجود على طول بيجد إن في نوع من مش عايز اقول بيروقراطيه، لكن من التعطيل بالنسبه له، هو حاسس ان دي امور ممكن انها تنتهي بسهوله وبيسر شديد جدا، لكن بتعطله في الاخر. خاصه ان كثير من المطارات النهارده بتدخلي بالباسبور تحطيه على المكنه بتختم وخلاص، وما بتفوتيش حتى على ضابط جوازات. ده يعني حقيقي. انا كنت في استراليا وانا خارج، حطي الباسبور يفتح لك الباب، وهو ده اللي احنا عايزينه، تيسير الامور. هذا بالظبط، يعني احنا بنطمح في كثير. صحيح. ولكن ما نقدرش نبني غير خطوه خطوه، يعني خلينا نقول ان ده برضو يعني الى جانب الاهتمام بالاساسيات الخاصه بالمطار، التنميه البشريه او التدريب والتاهيل للعاملين بالمطارات، واعتقد ان ده برضو لا يقل اهميه بالزبط. بمكان عن هذه الامور والعاملين في مجال السياحه والطيران بالزبط. عامه لان احنا في الفترة من 2011 للنهاردة فقدنا حوالي أكثر من
التلتين الناس اللي كانت عاملة في هذا المجال. صحيح. سواء طيران أو سياحة أو أوتوبيسات كله. فده عشان تعوضيه عاوزة وقت، عاوزة الاهتمام خصوصا إن الكوادر المؤهلة والمدربة ممكن تكون يعني بالظبط فمحتاجين إن احنا نؤهل وندرب اللي موجودين بحيث يأدوا الخدمة بنفس المستوى. طيب أنا عايزة أكلم مع حضرتك عن الخطوات اللي قامت بيها الدولة مؤخرا في عملية التطوير والإنشاء للمطارات، وده المطارات الداخلية كمان ليها تأثير كبير جدا على تواجد السائحين في أي دولة من الدول. حضرتك شايف ده إزاي وإيه تأثيره على حركة السياحة؟ يعني أقول لحضرتك مثلا النهاردة افتتحنا مطار سفينكس اللي هو في غرب القاهرة بأقل تكلفة، لأن ده مطار كان قائم ومطار صحيح. حربي، يعني بياخد طائرات مش سهلة إنها تطلع وتنزل، فده مطار تطوير مهم. ليه بقى مهم؟ النهارده حتى ابتدينا بتشغيل طيران داخلي منه الأقصر أسوان مرسى مطروح في الصيف، يعني تمام. هيحصل ده. طيب ده هيعمل ايه؟ هيعمل تخفيف من الحركة على الطرق. النهارده عندك أكتر من 2,700,000 مواطن عايشين في 6 أكتوبر أو في الشيخ زايد. أكيد. طيب دول لما يبقى في مطار جنبيهم، ده المرحلة الأولى. المرحلة الثانية بقى هيبتدي نفتحه للطيران العارض الخارجي. عشان ما ينزلش في مطار القاهرة ويختلط بالسائح الأغلى شوية، هينزل هناك، طب ما ده عاوز يروح الأقصر وأسوان، فهي واحدة بتتبني على التانية، يعني ما أقدرش. خطوات متتابعة. خطوات متتابعة، ولازم إن احنا نتبعها عشان اقتصاديات التشغيل كمان. تمام، بس خليني أقول برضو مع حضرتك، ويعني أكيد حضرتك لك باع طويل في هذا الموضوع، إن احنا مش بنخترع العجلة في هذا الموضوع. لا طبعا. هي إجراءات قائمة وموجودة في دول العالم، و أعتقد أن دول العالم المتقدمة في مجال السياحة بيكون ليها حتى الاهتمامات الفنية الخاصة أكيد. بهذا الموضوع. النهاردة وجود مطارات حديثة داخلية، تطوير وتأهيل في مطار القاهرة الدولي، تأثيره إيه على السياحة وعلى وضع السائحين في مصر وعلى جذبهم من مختلف دول العالم؟ دي بقى النقطة المهمة جدا، لأن السائح لو بنيت احلى مدينه فندقيه او ترفيهيه او اللي انت عايزاه وما عرفتش اوصل لها مش هروح لها زباين. بالظبط. يبقى اذا المطار هو الحاجه الاساسيه، اساسيه في كل شغلنا. ده حقيقي. النهارده طبعا تطوير المطارات مهم، خاصه ان احنا انتشرنا، يعني في الاول كان القاهره الاقصر اسوان. تمام. دخل عليها الغردقه، بعدين شرم، بعدين مرسى علم. صحيح. وبعدين ابتدى بقى يدخل حاجات جديده، هيدخل كل منطقه القناه، هيجي لها سائح من نوع مختلف او هيجي لها ومطروح وغيره من المحافظات. مطروح، وفي مطار طبعا في العالمين طبعا، وفي مطار لا كم المطارات، وفي مطارين قطاع خاص ما ننساش مرسى علم والعالمين طبعا. فدول مش قطاع خاص، يعني برضو الدولة بتشرف عليهم، لكن ولكن هم بالشراكة القطاع الخاص بيديروها وبعدين يرجعوها لمصر بعد عدد السنوات المتفق عليها وهم 49 سنة. ده تأثيره ايه يا فندم؟ الشراكة مع القطاع الخاص في المطارات، يعني احنا متعودين متربيين من صغرنا مطار القاهرة الدولي وهذا هو ملك الدولة وإدارته وإشراف عليه من كافة المجالات. أعتقد أن الأوان في الفترة الأخيرة، والحقيقة أن القيادة السياسية دايما بتدعو إلى شراكة القطاع الخاص في مختلف مجالات التنمية، وتنمية المطارات وتهيئتها ده يعني من الأساسيات اللازمة لمجال السياحة وللاستثمار أيضا. شايف ده تأثيره إيه على هذا الموضوع؟ ده هام جدا الحقيقة. لما بنقول اشتراك اللي هو private and public sector، ده في غاية الأهمية. ليه؟ أولا لازم نشيل من دماغنا اللي كانوا بيقولوه لنا زمان، إن لو ملك قطاع خاص يبقى الدولة هتشرف إزاي؟ لا هتشرف، لأن في النواحي الأمنية، النواحي الجوازات، كل ده لإشراف الدولة. والإدارة اختلفت، يعني مبادئ الإدارة العامة اختلفت بشكل كبير في الفترة الأخيرة. وبعدين إحنا هل إحنا محتاجين لتمويل؟ أو محتاجين لتمويل، يعني مش ممكن الدولة هتمول كل حاجة. فإذا يجب اللجوء إلى القطاع الخاص، ولو هو لقى ان في فايده هيكسبها هيلجا الى هذا. ده ياخدنا الى حته مهمه وحضرتك يمكن تاخدي بالك منها. المطارات زمان لما كنت تدخلي مطار القاهره كان في بس
التاكس فري شوب بتاع مصر الطيران. صحيح. طب ادخلي النهارده بقى في المحلات والاكل والبتاع كل حاجه. لكن سهولة الإجراءات هناك وسهولة الإرشادات كمان، وخليني أركز على دي لأن دي الحقيقة جزئية مهمة جدا إحنا بنشعر باختلاف فيها لما بنكون في مطار خارجي أو حاجة وبنبقى في نوع من الغيرة بشكل كبير قوي، لا إحنا عايزين ده وعايزين أفضل منه في بلدنا لأن إحنا انطباع كان جميل عن هذه الدولة، فمحتاجين إن هذا الانطباع ينتقل إلى كل أجناس العالم علشان تتوافد علينا. فأعتقد أن ده ربما تكون أشياء بسيطة جدا ولكنها ذات أهمية كبيرة وهمة جدا. يعني حضرتك أشرتي إلى حاجة اللي هي اللوائح الإرشادية، أنا أروح فين؟ صحيح. طب لو ما بتكلمش حتى لو نزلت البلد يبقى معايا خريطة بكل المعالم الخاصة بيها. بالظبط. يعني احنا بنشوف مش بس في المطارات، في أي حتة الطرق، يعني صحيح. الطرق الجميلة اللي انشأت، العلامات الإرشادية صغيرة نسبيا ما تجيبش من بعيد، وبعدين بتيجي تلاقي انك لازم تخرجي قبليها على طول بدقيقتين مثل حقيش تدي اشاره وتخرجي. صحيح. فدي غلط، يعني هنا يجب معالجه هذا. نفس اللوائح الارشاديه دي تطبق على المطارات، تطبق على دار المؤتمرات فيها. ده بيحصل دلوقتي يا فندم، يعني مع كل هذه الجهود اللي بيتم بذلها من اجل الارتقاء بالخدمه في المطارات، وخاصه كمان زي ما حضرتك قلت تطوير للمطار القديم او صاله واحد زي ما كنا بنقول، ازاي بيتم الجمع ما بين كل هذه الامور في توقيت واحد للوصول الى خدمه ارقى. ومش بس بقى في مشكله بقى رئيسيه في كده، انك ما تقفليش المطار عشان تطوريه. صحيح، بيقوم بالخدمه يعني في نفس الوقت. صحيح، لازم تعملي تقفلي وتفتحي بشكل متوازن. بشكل متوازن. صحيح. فدي طبعا بتعتبر عمليه صعبه ولازم بيتخطط لها مقدما ويشوفوا السالب والموجب في هذا التخطيط وهذا التخطيط عشان يبقى العمليه سلسه بالنسبه للراكب، لان انا يهمني في الاخر الراكب. صحيح. والراكب مش محترف، يعني ده راجل عاوز يسافر باسهل طريقه، ناقص علامات ارشاديه طبعا لازم الاعتراف بيها للتاكسيات مثلا. صحيح. يعني وسائل النقل من المطار للخارج. بالظبط. ده مطلوب جدا. بالزبط. يعني يعني الحقيقه الشركه برضو القابضه وفرت وسيله نقل بالميكروباصات داخل البلد، ودي تعتبر خطوه كويسه جدا. لازم نتطور بقى. صحيح. ويبقى في مكان تعرفي وانت خارجه التاكسي فين. هنا بقى بيدخل كذا وزاره في تحديد الكلام ده، فدي هتاخد شويه وقت لكن هتتحل. ولكن اعتقد اصبح الان دايما في مظله بتجمع الجهات المسؤوله والمعنيه بامر ما، بيكون في المظله اللي من خلالها بيتم توجيه الامور او تحديد الاهداف والاولويات بالنسبه لكل جهه. وده صح اللي بتقوليه، تحديد الاولويات اهم حاجه. انا عندي الاهداف عارفها، طب هل هعملها كلها مره واحده؟ لا، لازم اقول انا لو ما عملتش ده ممكن يحصل لي كارثه. صحيح. يبقى ده ياخد رقم واحد، وبعدين لما احل ده ابتدي احل اتنين. ساعات عندنا مشكله ان احنا عاوزين نحل كله مره واحده، ما ينفعش، لازم ادي اولويات. صحيح. ودي حته جزئيه مهمه جدا جدا. ومن هنا بنضع المدى الزمني لكل أولوية. بالزبط. وعلى المدى القصير وعلى المدى الطويل. بالزبط. وهو ده التخطيط. بالزبط. الجيد اللي بيجب وضعه النهاردة. هل حضرتك بترى أن هناك بالفعل رؤية شاملة لكل هذه المجالات بيتم تنفيذها على أرض الواقع؟ في رؤية طبعا شاملة، ولكن يجب أن كل العاملين في هذا المجال يستوعبوه. يعني هي مش موجوده في هو 20-30. يعني اعتقد اساسي ان لابد ان هو يستوعبها طالما بيعمل في هذا المجال. طيب اعتقد كمان يا فندم، ويعني حضرتك تقول لي رايك في هذا الموضوع، رضا العميل. واذا كنا بقى بنتكلم على يعني دراسه ممنهجه وعلميه، لابد ان انا اشوف درجه رضا العميل. هل ده بيتم على فترات معينه بحيث ان انا اشوف ايه المطالب؟ يعني أنا كفرد موجود أو بتوافد على المطار بيكون ليا رأيي في الخدمة، رأيي في الأداء، رأيي في ده كله، بيتم جمع هذه الآراء بالفعل والأخذ بها ووضعها في الاعتبار، إزاي بيتم المتابعة والتقييم للأداء اللي موجود بحيث إن أنا أرتقي بيه؟ والله أنا أقول لحضرتك حاجة، كان في عندنا وحدة في وزارة السياحة بتعمل هذا الكلام اللي هو قياس الرأي العميل. تمام. وتقدر تحدد كمان
مستوى الانفاق بتاع العميل، يعني بيبقى لها كذا هدف. تمام. للاسف ما قامتش بهذا العمل الا في مطار شرم والغردقه، وده لما بناخد عينه لازم تغطي كل المطارات. صحيح. يعني مطار القاهره بيجي له راجل اعمال، مش شرط اللي جاي له سايح، غير مطار شرم الشيخ ده 90% سايح طبقا لطبيعه المكان كمان يا فندم. فلا دي لازم نطورها، يعني لازم محتاجينها، محتاجينها 100 100. وهنا بقى بقول ده واجب التعاون بين وزاره الطيران ووزاره السياحه، لان هو يهم الاثنين. صحيح. في الاول وفي الاخر. فلازم يكون في تعاون، وتكون في يمكن جهاز المركزي للتعبئه والاحصاء هو اللي ممكن يعمل هذا. صحيح. العمل ويعمل دراسات وعلى كل المطارات، مش على مطار او مطار، لا طبعا نبتدي بالمطارات اللي فيها كثافه ووفقا لطبيعه كل مطار والخدمه اللي بيقدمها والجمهور المستهدف او فئه المستهدفين. يعني اعتقد ان احنا النهارده بنتحرك بشكل عملي وبشكل علمي في تحديد اهدافنا واولوياتنا والمدى الزمني المرتبط بها، فليس اقل من اننا اشعر اي فرد بيقدم الى القاهره بمستوى الخدمه اللي هيقابلها، واول حاجه بيشوفها هي مطار القاهره او المطار بشكل عام. بتمنى ان ده يحصل قريب باذن الله، وان احنا كلنا نشهد هذا الاختلاف سواء في مطار القاهره الدولي او في المطارات ايضا اللي بيتم انشائها وتحديثها في الفتره الحاليه. بشكر حضرتك شكرا جزيلا. استاذ الهامي زيات، رئيس اتحاد الغرف السياحيه سابقا وعضو مجلس اداره الشركه القابضه للمطارات، الف شكر لحضرتك يا فندم. ومن السياحة للثقافة وللقراءة، والقراءة بالفعل بترتقي بالشعوب، وأي إنسان بيقرأ بيطلع بيكون عنده معلومة، بيكون عنده توسيع في الإدراك وفي المفاهيم، أكيد ده بينعكس على أسلوبه وعلى حياته. ماذا عن هذه المبادرة؟ بعد الفاصل نعيش مع حضراتكم في هذا اللقاء. الجمال في مصر جميلة مع الأستاذ الدكتور منير ويليام لبيب، كبير أطباء جراحة التجميل، استشاري أول الأمراض الجلدية والعلاج بالليزر، استشاري أول الأمراض التناسلية والعقم وأمراض الذكورة. عالم الجمال كل يوم سبت في مصر جميلة على الثانية.